تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ماندي يخلط أوراق بالماضي قبل الكان. تعرض المدافع الدولي الجزائري عصام ماندي لإصابة بريقة نوعا ما في مواجهة المنتخب الوطني أمام منتخب الموزمبيق لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس العالم 2026. وحسب موقع وين وين، فإن إصابة الجزائري عصام ماندي ستبعده عن فريق فياريال الإسباني حوالي 4 أسابيع، ما يعني غيابه حتى نهاية عام الحالي 2023. وأضاف ذات المصدر أن ماندي سيبقى دون منافسة إلى غاية المعسكر التحضيري لكأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار. وغادر مدافع الخضر ماندي في الدقائق الأولى من المباراة التي انتهت بفوز أشبال بالماضي بنتيجة 2-0 أمام نظيره منتخب الموزمبيق. أعطونا رأيكم في الموضوع، ومن سيخلف ماندي؟ خلونا تعليقاتكم لنشاهدها.